مرحبا بكم أيها الأحباء أينما كنتم، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما. أيها الأحباء، على الرغم من الحصار المفروض جوا وبرا وبحرا، استطاعت المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس أن تقوم بعملية مبهرة شجاعة أسفرت عن نتائج كبيرة لمحور المقاومة الفلسطينية، القضية الفلسطينية بالذات. أيها الأحبة، الظروف التي تمر بها حماس في هذه المرحلة هي ظروف مشابهة لما مر به حزب الله في معركة العام 2006، نفس الظروف، نفس المعطيات التي مر بها حزب الله في العام 2006 والتي تكللت بنصر كبير أبهر العالم، حتى كسرت شوكة جيش الذي قيل عنه أنه جيش لا يقهر، حتى بات حزب الله أيقونة المقاومة ليس على الصعيد الأقليمي وحسب، إنما على الصعيد العالمي، دفع معنويات كل قوى المقاومة بأن بإمكانها أن تحقق النصر على أعدائها مهما تغولوا. أيها الأحبة، المعركة القائمة مع العدو الصهيوني ستنتهي بنصر كبير لا محالة للقضية الفلسطينية والمقاومين الفلسطينيين الذين يستندون في معركتهم على محور قام على محاربة الاحتلال والاستكبار أينما حل وأينما كان. القضية الفلسطينية حية في ضمير أبناء الشعب العراقي بكل مكوناته وطوائفه، وحتما ستنتصر هذه المقاومة. جيش الكيان الصهيوني الذي كان يقال عنه أنه لا يقهر قد ذل وكسر أمام قوة وصلابة المقاومة، والشعب الفلسطيني لا محالة منتصر في هذه الحرب التي تدور روحها على النساء والأطفال، وليس من رد سوى رد المقاومة ومحور المقاومة والموانعة في المنطقة. أيها الأحبة، هذا موضوع حلقتنا التي تأتيكم بعنوان الكيان الصهيوني المؤقت، الانكسار ثم الهزيمة، معكم على فاضل في التقديم والإعلامي قاسم العجش في الإعداد، وفي الإخراج الأستاذ أحمد سلام. أيها الأحبة، تعالوا كما اعتدنا سوية أن نقرأ مقطع من أحد المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان واشنطن وتل أبيب والخيارات الصعبة، الدكتور إسماعيل النجار. على وقع الهزيمة المدوية التي تردد صداها في كل أرجاء المعمورة وشاهدها العالم بالصورة والصوت، أصبحت خيارات قادة الكيان الصهيوني ومسؤولي إدارة البيت الأبيض قليلة وهامش تقريرها ضيق، ومجبول بدم الأطفال الفلسطينيين وأشلاء النساء المقطعة الأوصال تحت أنقاض المباني والركام. فانتفضت الشعوب وامتلأت الشوارع بالملايين، فارتد الأمر على كل من وقف مسانداً للكيان الصهيوني الغاصب واعتبر شريكاً في صنع الجريمة من ألفها إلى يائها. فرنسا العظمى تراجعت خطوة للوراء، والولايات المتحدة الأمريكية شعرت بإحراج كبير مع أصدقائها العرب الذين طالبوها بوقف المجازر للحفاظ على هدوء شوارعهم واستقرار أمنهم والحفاظ على عروشهم. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الأستاذ أحمد خالد الكعبي، رئيس مركز قناديل لبحوث الدراسات، الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي وعضو مركز الهدف للبحوث والدراسات الاستراتيجية أستاذ مؤيد العلي. مرحبا بكما ضيفين كريمين. أستاذ أحمد، يقول المرصد المتوسطي لحقوق الإنسان، يقول إسرائيل أسقطت ما يوازي ربع قنبلة نووية على قطاع غزة،
وتقتل 14 فلسطينيا كل ساعة خلال عدوانها عليه. السؤال، كيف يستسيغ المجتمع الدولي الكيلي بمكيالين؟ فلو تصورنا أن هناك بلد غير إسرائيل أو قوة غير قوة الإسرائيلية ارتكبت مثل هذه المجازر، فما هو ردة الفعل تجاهها؟ السلام عليكم. نحن بسم الله الرحمن الرحيم. ضربة خسيسة يوم أمس تضال إحدى المستشفيات في غزة، وهي إصابة في القلب حقيقة. نعم. شكرا أستاذ علاء للاستضافة. نعم. مرحبا بك وبضيفك الكريم وبمشاهدي. نعم. الأيام. نعم. أنتهز هذه الفرصة لتقديم خالص العزاء للإمام الخامنئي دام ظله، وللشعب الفلسطيني ولكل المقاومين من السنة والشيعة، فهم أهل العزاء. وبصراحة الألم لا يطاق، ولعلنا على المستوى النفسي بحاجة إلى الصراخ يا حسين يا أبا عبد الله. أطفال غزة يذبحون من الوريد إلى الوريد، ومن عاداك صامت خانع لا يسمع له صوت. أنا قبل سنوات ذهلت وأنا أطلع على نص للمسؤولة الأمريكية الكبيرة في وقتها كونداليسا رايس، حيث قالت: ليس البقاء للأقوى بل الحياة نفسها، ولا عزاء للضحايا. هذه هي الحضارة الغربية، هو الإزدواج، هي الحضارة الخالية من الأنسنة وإن ادعت ذلك. فلا يمكن لحضارة مؤنسنة تدعي حقوق الإنسان أن تكون مو فقط تسكت عما يجري، بل تناصر المعتدي والذي يستهدف حتى المستشفيات لم تعد آمنة، هي تناصر المجرم. فأي حضارة وأي أنسنة؟ ولهذا أعتقد أن حتى النخب الغربية بصراحة والصحافة الغربية بشكل عام أصبحت، عفوا للعبارة لكن الألم قلت لا يطاق، أصبحت ذات خطاب خسيس له رائحة عفنة. ولا أدري أين الأنسنة وأين الإنسانية وأين الفكر وأين الحضارة في 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 الحضارة الغربية المدعاة. هم يقولون إنسانيين ومتحضرين فيما يتعلق بالكيان الصهيوني، ومع ذاهم فالإنسانية والفكر يركن على جانب كأنه. بس الكيان الصهيوني بشر يعني؟ لا، هم ينظروا. ولهذا أعتقد أن العالم بدأ يبحث عن حل على الأقل على المستوى السياسي أستاذ علاء، في عالم متعدد الأقطاب، ما يجري في أوكرانيا والصراع الغربي مع الصين في بحر الصين، وبخصوص الصراع الموجود هناك، أعتقد كل هذا إرهاصات. وصراع الجمهورية الإسلامية الذي استمر أكثر من 40 عام، أعتقد كلها إرهاصات، للعالم يبحث عن بديل للحضارة الغربية وللمنهج الغربي على الأقل على المستوى السياسي عبر مفهوم عالم متعدد الأقطاب. ما أستاذ مؤيد، مرحبا بك مرة أخرى وأهلا وسهلا بك. لماذا لم يستطع الكيان الصهيوني برغم جبروته أن ينال من مقاومة الفلسطينيين هذه القوة والصلابة التي اكتسبتها المقاومة الفلسطينية الإسلامية الفلسطينية؟ هل هي قوة ذاتية أم أنها قوة مستندة إلى محور، إلى محاور وصناعتها؟ نعم، أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لك أستاذ علاء وإلى ضيفكم الكريم وإلى كادر مشاهدي قناة الأيام. مرحبا. بدءا، الكيان الغاصب هو لم يستطع بل لم يتوقع أن تكون المقاومة الفلسطينية بهكذا قدرات وبهكذا إرادة حقيقية. ما حدث في 7 أكتوبر يعني تغيير واضح لمعادلة وطبيعة الصراع مع هذا الكيان الغاصب. الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية أعتقد وصلت إلى نقطة مهمة، أنه الخيار الأمثل بل الخيار الوحيد للخلاص من هذه الغدة السلطانية وهذا الاحتلال المقيت هو بالمقاومة. لذلك كل ما يمتلكه اليوم الشعب الفلسطيني هو مستند إلى قاعدة جبهة المقاومة. فعلا هناك إرادة حقيقية، ولا يمكن لأحد منصف أن ينكر تضحيات الشعب الفلسطيني وهذه الفصائل استطاعت أن تصل إلى هذه المرحلة، لكنها فعلا مستندة إلى جبهة مقاومة. هذه جبهة المقاومة التي انبثقت مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وكانت قضية القدس ونصرة المستضعفين هي حاضرة أمام السيد الإمام الخميني
الإمام الراحل، وكذلك أيضا أمام السيد الإمام الخامنائي الذي أولى القضية الفلسطينية اهتمام كبير جدا. لا ننسى أنه اليوم كل بقيت عفوا منذ العام 79 وإلى يومنا هذا بقيت فلسطين هي القضية المحورية في النظرية والأساسية، وهي ذات أولوية. نعم. قضية استراتيجية. نعم. أيضا لا ننسى أنه دور الحاج قاسم سليمان الحاج عماد ماني استطاع أن يحيط إسرائيل بطوق ناري، كان يقلق إسرائيل بفترات متعددة. هذا الأمر وهذا التطور للفصائل المقاومة الفلسطينية كان هو يمثل من خلال عملية طوفان الأقصى بعنصر المباغتة والمفاجأة، وبهكذا عملية نوعية أربكت حسابات العدو بشكل واضح. رأينا في فجر 7 أكتوبر كيف تم أسر هذا العدد الكبير من الجنود، بل حتى ضباط في الموساد. هذا يدل على أنه إرادة حقيقية وبصيرة وتشخيص العدو بشكل حقيقي وصحيح. والنقطة الأخرى التدريب العالي والحفاظ على المعلومة الاستخبارية. تعرف أنه هكذا عملية، ويقال أنه أكثر من 1200 شخص اشتركوا في هذه العملية، والذين يعرفون بهذه العملية هم تقريبا 5000 مقاتل حسب ما سمعت اليوم من أحد المحللين من داخل فلسطين قريب على مركز إقرار. يعني 5000 شخص يعلمون بهذه العملية وبتوقيتاتها، وبالتالي حافظوا على سريتها. عجيب. وفاجئة العدو. إذن بالتالي هي فشل ليس فقط المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، بل حتى لمنظومة الاستخبارات للموساد. 5000 شخص. نعم. يعلم بتوقيتي. نعم. يعني ذول الذين، مع أن المعلومات المسربة أستاذ مؤيد، المعلومات المسربة تقول أن حتى عملية الاتصالات كانت تجري بطريقة بدائية للحفاظ على سرية العملية. أين عملاء الموساد الذين كانوا في الداخل الإسرائيلي؟ فهو فشل للمنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، منظومة استخباراتها والمنظومة الأمنية والاستخباراتية الغربية التي تدعمها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك كانت العملية هي لا يمكن، يعني واهم من يعتقد أنها لها تأثيراتها وارتداداتها هي في جغرافية غزة أو في جغرافية فلسطين. ما حدث في طوفان الأقصى هو يمتد وله علاقة بما يحدث اليوم من نظام عالمي يتجدد أو يتشكل كما قال أستاذ أحمد. فبالتالي هذه العملية هي أبعادها وارتداداتها عالمية. لذلك رأينا أنه ردة الفعل متخبطة ولا إنسانية وإجرامية ووحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. لحد الآن الجانب الإسرائيلي وبدعم أمريكي واضح لم يستطع أن يعرف من أين انطلقت الصواريخ، ولا لحد الآن يعني رغم ما العديد من القنابل والصواريخ التي تسقط على غزة لحد هذه اللحظة أن يصيبوا هدف أمني أو عسكري، كلها وجميعها تسقط على أهداف مدنية، تجمعات للسكان، أسواق، وما حدث في ليلة أمس من عملية وحشية وبربرية تمثل مدى يعني الغضب والحقد الذي يمتلك الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي في محاولة إسرائيلية وأمريكية لحفظ ما وجه إسرائيل. إسرائيل انكسرت كما قلت في بداية الحديث بنقطة مهمة جدا، انكسرت لأول مرة في تاريخها منذ 75 عام بهذه العملية البطولية. حتى هناك أسرى من داخل المقربين من حكومة نتنياهو، ابن أخوه وأعتقد أعلن عن هذا الأمر، وهناك شخصيات مهمة لحد الآن لم يتم الإعلان عنها. هذه العمليات وهكذا يعني عملية نوعية مباغتة ومفاجئة بهكذا أسرى نوعيين. نعم. تدل على أن هناك عود وقول تدريب عالي المستوى، وأن المقاومة في فلسطين ومن يدعمها في جبهة المقاومة لحد الآن لم تطرح كل أوراقها في هذه المواجهة. يقينا هي تدرك ردود الأفعال الإسرائيلية والغربية، وبالتالي قد تكون حاضرة للمواجهة في الأيام المقبلة. شكرا أستاذ مؤيد. أستاذ أحمد، قال وزير الخارجية الإيراني وقت الحلول السياسية يوشك على النفاذ واحتمالية توسع الحرب إلى جبهات أخرى تقترب من مرحلة لا مفر منها. هل يقصد الوزير الجبهة اللبنانية؟ بالأمس سمعنا أن هناك 4 إسرائيليين طعنوا في دبي. من هي الجبهات التي يمكن أن يتسع لتشملها المعركة؟ نتنياهو قال مرة أنك بحاجة لأفعى ضخمة بعدة رؤوس تدور في جميع الاتجاهات لكي تحاول أن تعرف ماذا يخطط أو يريد أن يفعل حزب الله. أنت بحاجة لأفعى ضخمة أكرر بعدة رؤوس تدور في كل الاتجاهات لتحاول أن تعرف ماذا يخطط أو يريد أن يفعل حزب الله. أعتقد يعني بوضوح أن محور المقاومة أثبت في على الأقل في موقفه هذا الأخير بالذات في تصريحات الإمام الخامنئي، وهي أخطر وأهم كثيرا مع احترامنا لوزير الخارجية الإيراني، أثبت أنه انتقل لمرحلة أكثر تطور.
كان في مرحلة التأسيس الآن يخوض صراعا في مجال الجيوبوليتيك جغرافيا سياسية واضح. التهديدات لم تكن بهذا المستوى، مرت علينا الكثير من الأحداث المروعة في لبنان وفلسطين. مستوى التهديد الذي يطلقه قادة المقاومة والجمهورية الإسلامية كدولة هالمرة مو كمحور مقاومة، كدولة لا بوصفها دولة رائية لمحور المقاومة بالضبط كدولة الآن كل كلامها يدور في مجال الجيوبوليتيك السياسي. وأنا أدعو جميع الأخوة المتابعين والمحللين وصناع القرار بالذات في العراق التركيز والانتباه على هذه الانتقالة. أريد أن أقول شيء آخر أستاذ علاء، أن نحن نثق بأن المقاومة تعتمد على الاستراتيجي في عملها وننتظر الخطوة القادمة حقيقة. يعني هي مو طوفان الأقصى، لا يمكن لك كمحلل أو مفكك للخطاب والأحداث أن تتخيل أنها كانت عبارة عن صولة غضب وستنتهي بمجرد الرد العنيف. تقصد القسوة توقيتات مدروسة، فعاليات مدروسة، أنا أعتقد ذلك ليس أمامنا إلا أن نثق بذلك. وأعتقد أن القسوة من الضعف، وما يفعله الكيان الصهيوني الغاصب لا يمثل إلا لن ينهي المقاومة. القسوة تأتي من الضعف. أعتقد أن الكيان الصهيوني يمر بأقسى وأضعف حالاته عبر تاريخه. الأستاذ أحمد خالد الكعبي، الأستاذ معين العلي، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا آخر من مقالنا الثاني الذي حمل عنوان سقف الخطاب الأمريكي، عملية برية يعني خسائر غزو العراق لا إنجازات، عام 1976، الكاتبة مريم السبلاني. أي تحرك من جانب إسرائيل لاحتلال قطاع غزة مرة أخرى سيشكل خطأ فادحا. لا يعود هذا التصريح إلى أحد قادة المقاومة الفلسطينية، بل للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي كان حتى الأمس القريب يعبر عن وقوفه إلى جانب الكيان في الدفاع عن نفسه بكل الخيارات المتاحة. خفض الإدارة الأمريكية لسقف الخطاب يأتي في إطار إدراك واشنطن أن كيان الاحتلال بدأ يغرق في مستنقع التقدير الخاطئ الذي بات يكبده أثمانا باهظة تبدأ بتورطه بأسوأ جريمة إنسانية ولا تنتهي باحتمالية توسع المواجهة حتى تشمل جبهات أخرى، وهو ما ينقل تاريخ المنطقة إلى نقطة مفصلية. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، أجدد ترحيبي ضيوفي الكرام. أستاذ أحمد، أحد شدد مساعد وزير شدد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف على ضرورة وقف طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، إطلاق النار في أسرع وقت ممكن وبدء المفاوضات. مفاوضات عن ماذا؟ أعتقد أنه كان موقف الفصائل المقاومة الفلسطينية واضحا أنه لا مفاوضات في ظل هذه الفترة، كما قلنا في الحديث أنه كل يوم الكيان الصهيوني يرتكب جريمة هذه الوحشية. نعم، هذا موضوع المفاوضات يعني ليس فقط هناك دعوات من بعض الدول يعني أجنبية أو الإقليمية، هناك للأسف دعوات حتى من بعض الدول العربية والإسلامية، حتى بعض القنوات التابعة للمحور الأمريكي والإسرائيلي تصف المجاهدين والمقاومين بأنهم مقاتلين مسلحين، يحملوا حماس وجناحها العسكري مسؤولية ما يحدث اليوم من مجازر لفلسطين. هذا أمر واهم وخاطئ لهؤلاء. هؤلاء يعني بشكل أو آخر هم عملاء، وتعرف أنت معظم الأنظمة الحاكمة في المنطقة هي أتت بمباركة أمريكية من أجل الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، فبالتالي هي دخلتهم لهكذا مواقف أن لا يكون لهم موقف إيجابي تجاه القضية الفلسطينية. طبعا نحن نميز بين الحكام وبين شعوبهم والجماهير التي هي معظمها متعاطفة مع هذا الموضوع. يعني أود أن أعلق على المقال أنه فيما يخص باقتحام غزة أو يعني اقتحام بري لغزة، الكيان الغاصب لحد الآن هو عاجز عن القيام بهذه الخطوة. أولا هو يمتلك أكثر من 60,000 جندي سواء كانوا الأساسيين أو الاحتياط، 900 طائرة لحد الآن
يستخدم فقط سلاح الجو الطائرات، يخشى من الاقتحام البري، يخشى من الكمائن التي يقينا نصبتها المقاومة. احنا هذه قضية اقتحام غزة بريا نريد لها نفردها يعني. اي نعم. النقطة الأخرى أنه يعني نثبت النقطة فيما يخص بالدور الأمريكي، يعني كما قلنا أنه اليوم تصريح الروس يعني نوعا ما روسيا لا تقف على الحياد لكنها تدين الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي بشكل أو آخر أو بشكل مبطن، لكن اليوم الجانب الأمريكي يبين قبح وهذا النظام المستبد المتكبر. عندما نقول أمريكا شيطان أكبر ليس من باب أنه لدينا عداء خاص مع أمريكا، لكن هذه سياستها الشيطانية ساد على أنه اليوم من يدير غرفة العمليات في الكيان الغاصب هي الإدارة الأمريكية. هناك غرفة مقابل أو بجانب غرفة الحرب الإسرائيلية يترأسها وزير الخارجية الأمريكي مع اثنين من المستشارين عسكريين. إسرائيل يمكن أن تطلق طائرة أو تحدد هدف دون استشارة الجانب الأمريكي، وهذا ضعف واضح. حتى السيد الخامنائي حمل أمريكا هذه المسؤولية وقال إن اليوم إسرائيل أهون من أن تدير هذه الأزمة وهناك إيادة أمريكية تدير هذا الموضوع. بالتالي الشعب الفلسطيني حدد خياره المواجهة رغم كل هذه التضحيات. المفاوضات يجب أن تكون بشروط من بدأ المعركة. عندما قلنا أنه المعادلة تغيرت وأسهم واتجاهات المعادلة في طبيعة الصراع مع الكيان الغاصب تغيرت، اليوم المقاومة الفلسطينية ومن يقف خلفها ويساندها سواء كانت جبهة المقاومة أو الشعوب العربية والإسلامية التي ترفض الوجود الأمريكي هي من بايدن تقف. بايدن يصم أهدانه عن أي خطاب ينادي بإيجاد حلول لهذه الأزمة الكبيرة أو الجرائم. نعم بعد إذنك يعني. نعم. بعد إذنك يعني أنا أتذكر أنه إحدى الصحفيات أو الجالسات في إحدى لقاءات بايدن تصرخ بوجهه تقول له لماذا لا تدفعون الكيان الصهيوني لوجود لإيجاد حل لهذه الأزمة، يقول لها ماذا قلت تعيد، ثم يقول ماذا قلت سوف لن أسمعك مهما تحدثت. يعني إصرار من قبل بايدن على أن يصم آذانه ولا يسمع شيء عن هذا الذي يجري في فلسطين من جرائم إنسانية وأخلاقية وما إلى ذلك. هذا ليس موقف شخصي لبايدن، هذه هي الاستراتيجية الأمريكية التي يؤمن بها البيت الأبيض وصناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إسرائيل هي مدللة أمريكا واللوب الصهيوني هو من يدير أمريكا. حتى زيارة بايدن إلى تل أبيب يعني في هذه صبيحة هذا اليوم هي أولا أيضا يريد أن يتاجر. تعرف أن هناك انتخابات أمريكية قريبة جدا والوقوف مع إسرائيل يعني تكسب أصوات اللوب الصهيوني الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وريد أن يثبت أن أمريكا لم تتخلى عن إسرائيل بهذه الفترة. إضافة إلى كما قلنا أمريكا هي من تدير الأزمة. المواقف الأمريكية والإزدواجية الغربية واضحة جدا. لو ما حدث في غزة يحدث في أي مكان آخر، لأن قلبت الدنيا ولم تقعد على مجرد أطفال. لا ولا نتكلم عن 610 شهيد في المستشفى ليلة أمس. الإزدواجية الغربية واضحة التي تدعي بحقوق الإنسان والدفاع عن الإنسان، كل هذه شعارات زائفة بدأت تتكشف. واليوم أعتقد أن هناك صحوة نوعا ما في العديد من شعوب المنطقة. الأردن اليوم خرج ليلة أمس بتظاهرات غاضبة تندد ووصلت إلى السفارة الأمريكية أو المقرات الأمم المتحدة أيضا في لبنان وغيرها من هذه الدول. هذه اليوم بدأ الشارع العربي والإسلامي يؤثر، حتى أثر على قرار المملكة العربية السعودية التي أرادت أن تطبع ووقفت هذا المشروع. نعم. في الأيام السابقة. نعم. أيضا يعني اضطرت الإدارة والمملكة الهاشمية الأردنية كما يسمونها أن توقف الاجتماع الرباعي في الأردن، هسه خوفا على بايدن من ردة فعل معينة أو أنها رفضت استقباله، لكنها بدأت الشعوب بتحركاتها الحقيقية تؤثر على حكامها نوعا ما. لذلك واقعا لا يمكن أن نعول على المواقف المزدوجة للغرب، ولا يمكن أن نعول على حكام يعني المنطقة التعويل على الأساسي على جبهة المقاومة وعلى الشعوب العربية والإسلامية المتحررة. بدأت اليوم تنظر إلى القضية الفلسطينية أنها ليست فقط قضية إسلامية بل قضية إنسانية، وهذا ما بينه وزير خارجية إيران عندما قال نحتاج إلى موقف إنساني عالمي يريد أن يخرج القضية الفلسطينية من جغرافيتها ومن بعدها الإسلامي إلى بعد أوسع وهو البعد الإنساني وبالتالي يخاطب المجتمع الدولي. شكرا أستاذ أحمد. نعم. أحد المحللين الصهاينة على القناة 13. نعم. قال منذ إنشاء إسرائيل إلى اليوم لم نحظى بهزيمة كهذه، الصواريخ تزداد وعدد القتلى كل يوم يزداد في صفوف جيشنا، كيف استطاعوا بدراجات نارية الوصول إلى حدود النقب وإسدود؟ كيف أين فرقة غزة؟ أين جنود النخبة؟ كيف هبطوا بالمظلات دون أن يكشفهم أحد؟
كيف اخترقوا المنظومة الأمنية وهكروا الشفرات، علينا أن نخجل من أنفسنا. ماذا يعني ذلك؟ الطوفان كان طوفان جيد، و يعني هو للتأكيد التكرار أستاذ علاء، يعني بشكل جازم أعتقد أن الصراع هسه هو مرة يقول الصراع العربي الإسرائيلي، المصطلح خاطئ بالجملة والتفصيل، فلسطيني. الصراع بين أصبح بين الكيان الصهيوني وبين محور المقاومة، نقطة راسية. نعم. هذا شغل محور المقاومة. نعم. وطبعا حماس هي جزء مهم جدا في هذا المحور، وهي نعم. رأس الحربة نعم. في قلب الكيان الغاصب. نعم. وأعتقد أنها أرادت تحقيق ثلاث أهداف. واحد جيبوليتك محلي، عشان أنت منتشر الخريطة ماكو خريطة دائمة للأراضي المحتلة لفلسطين، يعني صحيح. بشكل عام كل يوم هني فيها منتشر الخريطة، تشوف الطوفان، عملية الطوفان الأقصى تمت في غلاف غزة. نعم. غلاف غزة هذا من تباوع الخريطة بشكل تفصيلي تشوفه هو المنطقة العازلة تقريبا بين الضفة وبين غزة. فتم إسقاط غلاف غزة ناريا، انتهى، وهجرت المستوطنات، هجرت الآن الجيش الإسرائيلي هجرها، يعني تقريبا هي إزالة غير معلنة. هذا شو يعني على الأرض أستاذ علاء؟ يعني بالجغرافيا السياسية أنك وللأسف يعني لم أرى محللا غربيا ولا عربيا يركز على هذه النقطة. هذا إنجاز كبير. ولهذا قال المعلقين الإسرائيليين بأن ما جرى لم يجري في تاريخ إسرائيل منذ 48. هو هذا، أنت أسقطت ناريا، أسقطت بالنار غلاف غزة الفاصل بين الضفة الغربية وغزة. بمعنى آخر أنت تمكنت التقدم خطوة نحو ربط الأرض. وأعتقد لأول مرة تفرض الإرادة الفلسطينية فرضا أكيد. نعم. ويعني أعتقد هذا اللي دفع للأسف الشديد محمود عباس للقول بشكل كان متوتر، واضح التوتر عليه أول من أمس، قال بأن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني. هو من قال أن حماس تمثل كل الشعب الفلسطيني؟ حتى هي لا تدعي ذلك. هو أنت جاي للضفة والآن الضفة تنتفض استجابة لغزة، يعني رغم السيطرة السياسية لحركة فتح. هذا تفصيل أستاذ علاء. الهدف الثاني، يعني الهدف الأول الآن جيبوليتك محلي، إسقاط غلاف غزة الفاصل بين الضفة وغزة. اثنين، الهدف الثاني أعتقد هو جيبوليتك إقليمي، لأن لو من هنا يقال بأن الغرب بالصحافة الغربية والإسرائيلية تقول أن العملية نفذها أشرف على تفاصيلها وتخطيطها الحرس الثوري وحزب الله. من هنا تأتي من هذه النقطة. ليش؟ لأنه وطبعا الإمام الخامنئي برأ هذه الساحة، قال إن العملية تنفيذا وتخطيطا هي من المقاومة الفلسطينية. الهدف الثاني جيبوليتك إقليمي هو إسقاط مشروع التطبيع بين السعودية و نعم. الكيان الغاصب. يعني بقى هدف ثالث إذا سمح الوقت في المحور القادم. أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الثالث والأخير الذي يحمل عنوان طوفان الأقصى ماذا بعده، الكاتب عباس قاطع الموسوي. إن الانتصار المبهر الذي حققته حماس قد أرسى لعهد جديد لم يمر من قبل في الصراع الصهيوني العربي، لذلك فإننا أمام معطيات جديدة فيه قواعد السياسة قد تغيرت، وما عاد العرب المقاومين خاصة يترددون في التصريحات التي تقض مضاجع كل الأعداء للقضية الفلسطينية التي هي الآن أخذت منعطفا كبيرا من خلال دخول إيران القوي في مجريات الحرب. ولا نتردد بقول ولا أغالي أن أقول أن العرب الآن يستقون بها، وحتى العرب الخانعون بدأوا يشعرون أن ظهرهم مسنود من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران،
وهذا يذكرني لماذا الغرب والعملاء العرب افتعلوا الحرب على إيران بواسطة عميل أمريكا صدام في حرب ال8 سنوات. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وجدد ترحيبي بضيوفي الأكارم الأستاذ أحمد خالد الكعبي رئيس مركز قناديل. مرحبا بك أستاذ أحمد. مرحبا. الأستاذ مؤيد العلي الكاتب والمعلن السياسي وعضو مركز الهدف، مرحبا بك مرة أخرى وأخرى. أستاذ مؤيد، وزير الخارجية الإيراني السمير عبد الأمير السيد أمير عبد اللهيان يقول إن أي عمل استباقي من قبل محور المقاومة و ضد الكيان الصهيوني في الساعات المقبلة أمر وارد. أمر وارد، أعد قراءة هذه. أعتقد أنه اليوم يعني من جانب تحليلي ومن جانب موقف إنساني وشرعي، الجمهورية الإسلامية هي اليوم من تقف في رأس الحرب وفي دعم المقاومة الفلسطينية. هذا أمر لا يستطيع أحد أن ينكره، وفي نفس الوقت لا نستطيع أن ننكر الإرادة الحقيقية والمستوى الذي وصلت له الفصائل الفلسطينية. لا يمكن يعني كما قلت حتى من جانب إنسان وشرعي أن تمادى الجانب الإسرائيلي مع الجانب الأمريكي بالاستفراد في قطاع غزة وبالمقاومة الفلسطينية أن تقف هذه الجهات يعني متفرجة. لذلك أعتقد أن هذه الكلام واضح جدا، ارسال رساله واضحه، ارسال الدعم واطمئنان اولا الى جبهه المقاومه والمقاومه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني ان هناك دوله كايران والجمهوريه الاسلاميه تقف معكم. الرساله الاخرى الى اسرائيل ومن يدعمها، نحن لن نترك من منطلقاتنا ومن ثوابتنا ان ندعم هذه القضيه الفلسطينيه، فبالتالي كل الاحتمالات وارده. انا اعتقد انه محور المقاومه منذ اشهر، وهذه اتكلم عن معلومه، انه في طور الاستعدادات النوعيه والنهائيه للمنازله الكبرى. لذلك معركه طوفان الاقصى، انت تعتقد انها منازله كبرى؟ نعم يقينا. انا اقصد بها شنو؟ هل تنفتح على ما يمكن ان نامل فيه من زوال الكيان الصهيوني؟ يعني جوابا على هذا السؤال، في يعني صبيحه يوم 7 اكتوبر احد القاده او المحللين الاسرائيليين قال قد تكون عملية طوفان الأقصى هي مناورة، يحذر حكومة نتنياهو، قد تكون طوفان الأقصى هي مناورة، يجب أن ننتبه إلى الحدود الشمالية، ويقصد هنا جبهة سوريا ولبنان، لأنه هذه الجبهة أيضا هي لبنان وحزب الله، وهو الأكثر خبرة وتمرسا في قتال الصهاينة، وأيضا دول تقف مع بعضه يعني العراق وغيرها. وبالتالي الأمر وارد جدا، يعني قد تنفتح جبهات المقاومة على مصراعيها في يعني لا نحدد وقت معين، لكنها إن استمرت هذه الانتهاكات يعني تكون هذه الجهات ملزمة في الدفاع والاشتراك في هذه المعركة وفق ما تقرأه من معطيات إقليمية ودولية. وأيضا أنه كما قلنا الاستعدادات النوعية اليوم حاضرة، ما رأيناه في صبيحة 7 أكتوبر طبقا العملية سبقتها هجومات إلكترونية وبعض الأمور في ما يتعلق بالأمن السمراني التي استطاعت أن تحيد منظومة الاتصالات الإسرائيلية، لذلك دخلوا عليهم وهم في ملابسهم الداخلية نائمون كأنما هناك غشية أصابتهم. ايضا هجمات الكترونيه حيدت منظومه القبه الحديديه نوعا ما، فبالتالي التطور النوعي الذي وصل الفصائل الفلسطينيه وجبهه محور المقاومه يعني بالتالي ايضا هذه تمتلك بعضها يعني بعدها منظومه صواريخ كبيره جدا، يعني تكلم عن 12 يوم وزخم الصواريخ ما زال مستمرا ويطلق من مناطق سريه لم تكتشفها لحد الان لا امريكا ولا اقمارها الصناعيه باتجاه الكيان الغاصب، هذه الفصائل الفلسطينيه فما بالك ان تدخلت ايران، حزب الله. نشهد ليله امس، شهدنا وباحتراف امريكي اليوم في صباح هذا اليوم ان ليله امس قاعده عين الاسد تعرضت الى هجوم بطائرات مسيره، فبالتالي هذه رسائل قد تكون بسيطه الى يعني هذه التغريده، الطائرات المسيره، مناورات حزب الله وعملياته التي لحد الان تعتبر هي يعني جيده لكنها بسيطه في 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 الجبهه الشماليه، كلها بالتالي تصب في موقف واحد، ان كانت هناك ساعه صفر فبالتالي قد تفتح الجبهه الشماليه وتفتح جبهات اخرى، ما ممكن الموقف الشرعي الثابت لجبهه دول جبهه المقاومه ان تترك القضيه الفلسطينيه. وللاسف مواقف الاخرين حتى الجهات هناك الدينيه، هناك التزام شرعي اخلاقي. نعم. يعني بصراحه نقول يعني قلناها قبل الحديث، اين الجهات التي كانت تطلق الفتاوى من مكه المكرمه والذين يتغدون ضد الشيعه اللي كانوا يتغدون اليوم يعني مع الرسول، وبالتالي احزمه ناس ما شهدنا حزام ناسف. نعم. حتى انه هناك حديث في مواقع انه داعش تدين حماس. هناك يعني للاسف هناك اعلام حتى عربي واسلامي
يسمى عربي واسلامي هو يحاول ان يشيطن حماس. وهذا لو تربطه مع يعني كلام بايدن اليوم في اسرائيل صريحات هذا اليوم يحمل حماس مسؤوليه ما حدث ليله امس في ظلم المستشفى. هناك محاوله لسيطره حماس، شيطنه جبهه المقاومه، لكن انا اعتقد انه اليوم الامور من بدا المعركه هو من سوف يحسمها. الامور والمعادلات تغيرت، ليس امريكا واسرائيل هي اليوم تمتلك زمام الامور. لا ننسى التراجع الاستراتيجي لامريكا في المنطقه وتحديدا في منطقه غرب اسيا، توقيت العمليه هو كله يصب بصالح القضيه الفلسطينيه وجبهه الدول المقاومه. استاذ احمد، عبرت وسائل اعلام اسرائيليه صهيونيه عن مخاوفها من القدره الصاروخيه لحزب الله، وقالت ان حزب الله يمتلك اعداد من الصواريخ، بالإضافة إلى أنها أعداد نوعية من الصواريخ لا يمتلكها أي كيان أو دولة في العالم. لا يمتلكها أي كيان. أي كيان بمعنى مو دولة، في العالم. في العالم. اطلعت على هذا التصريح. هل هناك نذر تشير إلى إمكانية زوال إسرائيل؟ والله السؤال كنت أنتظر فارغ جيد، وخفت أنه ما تسألني. جيد. محور المقاومة عميق التفكير، وهو يستعد لأشرس الحروب لكنه لا يسعى إليها إلا وفق تخطيطه البعيد المدى. هو مراحل عنده، يعرف وين رايح ويعرف. أنا شخصي، ولهذا هو يعرف أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة رغم التصريحات النارية للرئيس بايدن ووزير خارجيته الذي قال في الكيان الغاصب أنه جاء ليس فقط كوزير خارجية بل جاء كيهودي، وهذا بعد ديني للقضية. يعيبون على محور المقاومة أنه هو يتخذ من الدين عنوانا له. رغم هذه المواقف النارية أستاذ، على الولايات المتحدة محور المقاومة يعرف جيدا أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة محرج ولا يريد حربا شاملة في المنطقة، لأنها ستضربه ضربة ثانية في عمق أمنه القومي بعد الحرب الأوكرانية. نقطة راس سطر. المحور يعرف ذلك، يستعد لأشرس المحار لكنه لا يسعى إليها. وعليه أنا أعتقد كرأي شخصي، ما أجزم به، لكن أعتقد أن الكيان الغاصب تعرض، والإمام الخميني عبر عن ذلك، الإمام الخامنئي عبر عن ذلك بأن ما جرى في 7 أكتوبر لن يتمكن الكيان الغاصب من ترميمه. عبارة غاية بالخطورة. إسرائيل طبعاً. بعد 7 أكتوبر هي ليست إسرائيل كما في السابق. أحسنت، ولا ذكر بالنص أنها لن تستطيع ترميم. هو الهدف الثالث أستاذ علاني، أنت قلت لي راح أسمح لك تحكي. الهدف الثالث للمقاومة كان بعد الجيوبوليتيك المحلي والإقليمي. أنا عندي سؤال. الهدف الثالث كان لإسقاط الهيبة الإسرائيلية وكسر الإسرائيلي سيكولوجيا. وهذا لن يرمم. وهو ما يعطي دفقة من الأمل والثقة بالنفس لكل محور المقاومة. لا، ليس المحصور في المنطقة وحسبه، إنما في العالم كله. هو في حديثك عن الجيوبوليتيك، هناك من يقول بأن تداعيات هذه المعركة ربما ستنعكس على تغييرات الخرائط في المنطقة. وأولها وأكثرها أهمية أن الجمهورية الإسلامية كقائد لمحور المقاومة استطاعت المحور كله استطاع، هو وحدة واحدة طبعا، استطاع أن يثبت أنه هو القوة التي لا يمكن الآن طبعا لا يمكن تجاوزها. أعتقد المرحلة آخر اتصال لماكرون بالرئيس الإيراني، يعني بين قوسين ولو ربما اللغة تكون مو لطيفة، كان يتوسل بالرئيس الإيراني والوسطاء تترى على حزب الله ألا توسعوا الحرب. هذا له علاقة بما يجري في أوكرانيا أستاذ علاء. هذه خطوة، لعلي نسيت أن أضيف، الجيوبوليتيك العالمي هي خطوة باتجاه نظام متعدد الأقطاب. المقاومة في فلسطين عرفت جيدا يعني أنها لن تنجح بدون أن تستند لما يجري من صراع عالمي. يعني نقطة انطلاق القطبيات المتعددة راح تكون هذه في المنطقة، في المنطقة فتح الباب.
يعني أنت شلون تمثل الصراع العالمي تفتح له ممثلية في منطقتك عبر صراعاتك المحلية. طيب هذا إذا امتنعت الدول الأخرى المرشحة اللي تمثل القطبية الثانية إذا امتنعت عن مد يدها فما العمل؟ لمن تمد يدها؟ يعني لتسلم مهامها كقطبية ثانية؟ لا هو إحنا هسه الآن الصراع مو مباشر استاذ الصراع طبعا أنا ما جاي أخون أحد على فكرة، أنا أنطي البعد الفكري للقضية. القضية الصراعات العالمية صراعات بينية واضحة يعني لا يمكن لك أن 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 ترسم وتفكك الخرائط السياسية بشكل واضح إذا لم استطعت أن تربطها فيما يجري من صراع عالمي على مستوى العالم. تسمح لي يعني بنقطة كل ما يحدث في العالم اليوم هو يعني مرتبط يعني. كلمة لبودين عفوا الرئيس الروسي في عام 2014 قال إن طبيعة الصراع أو نتيجة الصراع في روسيا هي من سوف ترسم ملامح النظام العالمي الجديد. يقينا لدول محور المقاومة دور كبير جدا بس سوف تكون رقم صعب في هذه المعادلة. في عام 2017 كانت مقالة كتبتها وتناقشنا مع حضرتك أنه النظام العالمي الجديد ودول محور المقاومة قد البعض احترض، لكن اليوم كل ما يحدث اليوم يبين أن دول محور المقاومة سوف تكون رقما صعبا في النظام العالمي الجديد. يمكن تغافلها أو إهمالها لا بل هي من سوف تقول عن هذه سنة إلهية. أيها الأحبة، كتب معد البرنامج الإعلامي قاسم العجرش الخاتمة التالية: انظروا إلى هذه الآية الكريمة من سورة المائدة في وصف بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. صدق الله العلي العظيم. شكرا، إلى لقاء قادم إن شاء الله.